يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت متزوجا قبل وطلقت زوجتي وعندي منها ولد، ثم تزوجت زوجة ثانية وأريد أن أرجع للأولى، لكن الوالدين غير راضيين لمراجعة الأولى، فهل أكون عاصٍ بالمراجعة إذا رجعت بدون رضاهما؟ إذا كان يغضبان عليك لا تراجعها، وأما إذا كان لا يغضبان عليك ولكن من باب المشورة لك فأنت تقنعهما بمرادك، والغالب أنهما لا يمانعان إذا أقنعتهما وتفهمت معهما. نعم.